كانت عندي بزاف ديال لا كوريوزيتي سور لي سوجي اللي كيهمو الحريه، اللي كيهمو الدين، اللي كيهمو الجنس، اللي كيهمو هي ديال المغاربه، ولكن بالخصوص كيفاش القانون ولا كيفاش المجتمع كيتعامل مع هذوك الافراد ولا مع اي واحد اللي تكلم على واحد الموضوع اللي بالنسبه للاخرين حساس. صوفيا سيريس 28 سنه، مسؤول مشاريع بيئيه في منظمه دوليه في المغرب، واليوم غنقول لكم كي درت ليها. كنت من هذاك لو جونغ اللي عنده بزاف ديال لي كريتيك على لونفيرونمون اللي كنت فيه، اللي كنت دخلت او ميم طون العالم ديال الجمعيات فسلا، لقيت واحد المجال واحد اخر اللي قدرت نلقى فيه نفسي ونلقى فيه بزاف ديال الاهتمام، واللي عطاني بزاف ديال الموتيفاسيون باش نتعلم اللغه، باش نهتم بالسياسه. مع الوقت وليت كنرجع لليسي بواحد المونتاليتي اخرى، وليت كنصح بزاف الدراري، وكنت كندير حلقيات صغيره برا الليسي وكنهضروا وكنقول لهم شنو درت وهذه، وخاصكم تجيو معايا، عندنا واحد الاكتيفيتي غادي نديروها في البلاصه الفلانيه، عندنا واحد المهرجان غادي نديرو هنايا. الا بغيتي كاين بزاف ديال الوقت اللي كندوزوه على برا الليسي كو الداخل ديال الليسي، واللي خلاني انني نحبس القرايه واحد القصه. كنت خدمت واحد السونتر دابيل، بغيت نجرب شنو هي الخدمه، شنو هي الواحد يكون عنده ريسبونسابيلتي، يكون عنده ان سالير، بوغي ميم ايدي لي بارون ديالو. افيك لو طون فهمت شنو هو الخدم في واحد لونفيرونمون كي ترو كابيتاليست، كي كونفيني با ترو لداكشي اللي كنت باغي، خديت داكشي اللي زوين فيها ورجعت بكامل القوه باش ناخذ الباك. كنت دفعت باك ليب الشعبه ديال الادب والعلوم الانسانيه، كنت جبت 12، وميم طون كنت قيد في ليستيا، كنت درت ريزو انفورماتيك. ملي خديت الباك الحر كنت كنتحرك بزاف مع الجمعيات، كنت كنمشي لبرا بزاف، في هولندا كنت درت ستاج واحد البلاتفورم على مسائل ديال الاجهاض، وضعيه اللي كانت حساسه هنايا بزاف في المغرب، وكنت مهتم بزاف بهذا السوجي هذا. جاتني هذه الفرصه هذه باش نعمق الافكار ديالي ونتواصل مع ناس اخرين اللي خدامين في هذا الدومين هذا. هذا الشيء جعلني نفكر باش نبدل الكورسوس ديال القرايه، ما كملتش باريزون في الريزو انفورماتيك، فكرت بانني باغي نزيد نعرف ونقرا على الحقوق ديالي كشاب مغربي، شنو هي الوضعيه القانونيه ديال بزاف ديال المسائل، باغي نضبط داك الشيء باش نقدر نستعمله في البليدوايي ديالي. باغ اكزومبل اختاريت ندير اجازه دغوا اون فرونسي توجور افيك دي امبليكاسيون في الدومين ديال لاسوسياسيف. الخدمة ديالي هو انا مسؤول على المشاريع البيئيه في منظمه سياسيه المانيا سميتها هاينريش بيرشتوفتن، كتهتم بزاف ميدان ديال الديمقراطيه وحقوق الانسان، البيئه، التنميه المستدامه والتغيرات المناخيه، ومسائل ديال الهجره، مسائل ديال حقوق المراه، مسائل ديال الشفافيه. الدور ديالنا كمنظمه سياسيه المانيه هو انه كنعاونوا هاد الجمعيات هادو اللي كيخدموا على هاد المسائل هادو باش نغونفورسيو الكاباسيتي ديالهم. الواحد يكون قاري العلوم السياسيه، يكون قاري القانون، يكون قاري ليكونومي، سوا قاري لي غولاسيون انترناسيونال، تكون عنده اللغه. هذه مساله اللي مهمه بزاف، الفرنسيه، الانجليزيه، هادو هما المينيموم لي لونغ اللي خاص يكون عند الواحد، لانه كنخدموا بهاد لي لونغ بزاف سورتو في لانترن ديال لو بيرو، في لي رابور اللي كنكتبوا، في لي رونكونتر اللي كنديروا. ليكريتور بيان سور سي تري امبورطون، سوا تي رابور، سوا مونتاج دو بروجي، يكون عنده واحد الدرايه على التدبير المالي ديال لي بيدجي، المسائل ديال لي فينونس، يكون واحد التجربه صغيره في المجتمع المدني، سوا من خلال الانخراطات في لقاءات، ورشات، تكوينات، يقدر يكون هو اللي دار هذاك التكوين ولا هو كمستفيد. اول خدمه صغيره كم ستاج مي بيون، كنت كنفهم شويه باغ اكزومبل في السكي غرافيك، في سكي ايلوستراسيون، جاي لو لوبورتونيتي باش نصاوب دي كونسيبسيون غرافيك، لقاءات سياسيه في واحد المنظمه سياسيه ديال عبد الرحيم بوعبيد، ماشي غير باش نخدم باش ناخذ الفلوس، سيتي بلوس نكسب واحد المعرفه وواحد الريزو اللي غادي يخليني نزيد نتعرف على حوايج اخرى في هذا الدومين هذا. من بعد اقترح عليا انه ما بقاش ستاجير، انه نخدم كوم شيف دو بروجي في المجال ديال الديمقراطيه وحقوق الانسان. دوزت فيه واحد تقريبا عامين، من بعد جوست افون لا كوب 22 تحت لي الفرصه انه ننتقل للمجال البيئي، وسكي بيان هو انه تجي من هذا لو باكغراوند ديال ديموكراتيزاسيون لي دوا زيما وتنتقل للبيئه اللي كيعطي بزاف ديال لي فخوي جوسكا ماتنون مازال نخدم عليهم. ودابا بلو فاني سكي لو تشالنج سي كو انا عندي بزاف ديال الحوايج فاني في دوطخ سونس كي ميت اريفي افيك مول معقوده ستيفاني، باسكو فولي كون اون بارل او با، تي ترابيل دو لافير دو مول معقوده؟